من الطارق؟ يا منيس. أهلا سيد يا منيس. السيد تلميخة في الداخل؟ نعم موجود، تفضل. مرحبا. مرحبا حبيبتي، هل أبوك هنا؟ نعم. تحية لك. ما الأمر يا مانيس؟ اعتقلوا أدونيا. لا يا إلهي، أيعتقلوا المؤمن؟ يا مريم المقدسة انصريه. علينا التصرف الآن بعد أن حصل ما حصل. ليت ماكسيميليانوس كان هنا. ولكنه ألا يدري أن أدونيا قد دعا المسيحيين اليوم إلى اجتماع يعقد؟ لو كان يدري لما ذهب. علينا أن نبذل ما بوسعنا. اللعنة على الإمبراطور الذي من أجله يضحون بحياة الكثيرين من البشر. أحمل إليكم خبرا سيئا. مرحبا سيدي. هل عرفتم؟ السيد يمانيس كان هناك. ما الذي حصل؟ استطاع الهرب أنا ونفر قليل، لكنهم قبضوا على الآخرين. حتى أدونيا؟ يا عيسى ابن مريم، افعلوا شيئا، ما فائدة بقائكم هنا؟ وهل يستطيع أحدنا شيئا؟ من غير دياكليتيانوس بمقدوره أن يلغي أوامره؟ أنا سألغي بنفسي هذه الأوامر، لأنه يجب أن يعفو عن أدونيا على الفور. هل تعين ما تقولينه هيلين؟ نعم، بمقتل السيدة هيلين ستسوق كل الأمور معنا، سينجو أدونيا وكذلك باقي المسيحيين. لكني أفضل الموت على هذه الحياة. هل تفضلون هذه الحياة على الموت؟ لو كنت بموتك تخطين خطوة إيجابية فلا مانع، ولكن هل تظنين أن أباك سيسمع كلمتك؟ ألست تعرفين طبعه وماهيته؟ وهل تظنين أنه سيرأف بك إن عرف إلى أي جهة تميلين؟ هيا أخبريني بصراحة هيلين. وهل سنسكت ونتفرج على قتل أنصارنا؟ لا، سننتظر عودة ماكسيميليان قبل أي تصرف. تربطني علاقة إلى حد ما بالقاضي، فهو يشعر أنه مدين لي. أمل أن أستطيع شيئا بهذا الأمر. أنا على يقين أنها كانت تقصد المقبرة، لكنها غيرت كلامها بعد مشاهدة الفرسان. هل أنت مستعد للشهادة؟ الشهادة؟ أين؟ أمام الإمبراطور. قلت إمبراطور، لكن مثل هذه الشهادة تستطيع. أجل، عندما تكثر الشهادات تؤكد الإدانة، وعندي معلومات أخرى وسأحصل على غيرها بكل تأكيد. وعندما يصلب ماكسيميليانوس ستنال مكافأتك، فأنا لا أنسى أصدقائي. كل ما تأمر به. سأشارك اليوم في تقديم القرابين. دياكليتيانوس سيقدم القرابين لأبولون لدرء الأخطار عن مولاي الإمبراطور العظيم، وسأحمل إليه نبأ اعتقال أدونيا. اذهب أنت إلى أدونيا، يجب عليه أن يعترف، فهو يعرف الكثير، ولكن إياك أن يموت. حتما سيدي. أنا لا أرى ماكسيميليانوس بين الحضور. يبدو أنه توجه إلى أطراف المدينة لتفقد أحوال الرعية مولاي. عذرا مولاي، ربما هو يقوم بتوفير الأمن على الطرقات التي سيسلكها الإمبراطور الكبير. لا
الآن إليك قربان عبدك المخلص ديوكلتيانوس ممثل ووالي الإمبراطور الكبير الذي ينحني دائما لعزتك وعظمتك ويسجد لك على الدوام. أيها الإله الكبير، يا من تفر من قدرتك وضربة صوتك بقية الآلهة، يا إله الشمس، خذني من الآن وصاعدا تحت قدرتك ورعايتك وعطفك وحنانك، وأنا سأعمل بواسطة كلاب الشرسة على إسعادك، وسأغدق على كاهن معبد دولفيرا الدباج والذهب. يا أبولون المقتدر، إذ أقدم لك هذا القربان، أريد منك أن تصون زيارة الإمبراطور لمدينتنا من كل الأخطار، وأن تبعد عنه كل ما يمكن أن يتعرض له من شر.